محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار الخدمية، أبرزها إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 900 ميجا وات بالوادي الجديد، وشمال سيناء استلمت 1200 شنطة غذائية لدعم الفئات الأكثر احتياجا. كمان معانا فحص 1263 مريض خلال قافلة طبية مجانية لمبادرة بداية بمحافظة البحيرة. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 156 رحلة طيران بداية من الغد لمدة أسبوع. أخبار تانية من محافظات مصر المختلفة في سياق العرض اللي جاي. أخبار خدمية كتير حصلت في المحافظات، أبرزها إن محافظة الوادي الجديد أعلنت إن وزارة الكهرباء بدأت إنشاء مشروع محطة عملاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية جنوب واحة الدخلة، وده ضمن خطة الوزارة لتنويع مصادر التيار الكهربائي. المحطة هتولد 900 ميجا وات من الكهرباء عن طريق استغلال الطاقة الشمسية، خاصة إن الوادي الجديد من أفضل المناطق اللي بتنفذ بيها مشروعات الطاقة الشمسية لمناخها المعتدل وسطوع الشمس بيها طول العام. أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء تسليم عدد 1200 شنطة من السلع الغذائية لمديرية التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز دور مؤسسات الدولة في تقديم المساعدة للعائلات المحتاجة. نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية في نكلة بشبرخيت، وأسفرت عن الكشف عن 1263 مريض من خلال وجود 10 عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة الصحية ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة. بيستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الحالي بداية من اليوم السبت 156 رحلة طيران دولية، بواقع ارتفاع معدلات الرحلات 6 رحلات عن الأسبوع الماضي، بتصل من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة، وبيتم تسهيل الإجراءات للوافدين من الدول المختلفة ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازتهم. أعلنت الوحدة المحلية لمركز مدينة أبو تشت بقنا فصل التيار الكهربائي لعدد من المناطق لأعمال الصيانة الدورية اليوم السبت، وهيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 4 صباحاً حتى 7 صباحاً. أكدت مديرية الطب البيطري بمطروح تحصين 73780 رأس أغنام وماعز خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المكترات الصغيرة اللي بدأت يوم السبت 21 سبتمبر الماضي، وبتستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية من خلال تحصين رؤوس الأغنام والماعز. شهدت محافظة الأقصر تحليق رحلات البالون الطائر غرب المحافظة بصورة طبيعية، وحلقت في السماء 70 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1680 سائح من حول العالم، وبتعتبر رحلات البالون الطائر اللي بيستمتع السائحون من حول العالم بيها أهم الرحلات السياحية اللي بتجذب الجميع في البر الغربي. أعلنت مديرية الصحة ببني سويف قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بمركز الوسطى من 9 عيادات في 9 تخصصات، هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، العظام والرمد، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1703 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. أعلنت مديرية الأوقاف بالدقهلية عن انطلاق القافلة الدعوية لوعظات الدقهلية من مسجد النصر الكبير بمدينة المنصورة، وأقيمت مقرأة للواعظات، وده في إطار فعاليات مبادرة التنمية البشرية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.